اوسط. كنت وانا في جانب ان انا اقعد اذاكر في الاستديوهات اشتغل، وحتى تخرجت من كلية الهندسة ودرست في دراسات حرة عن التلفزيون والسينما وقرأت كثير بجانب عملي. والحقيقة لما نقول مزبيرو دلوقتي في كبوة، مزبيرو دلوقتي مريض لكن لن يموت. مزبيرو ده هشبه حضرتك بحاجة، لو حصل خطأ عند الأهرامات مسكوا ولد وبنت بيحبوا بعض عند الأهرامات يقولوا لا هنمنع زيارة في الأهرامات أو هنهد الأهرامات، لا عمر مزبيرو ما يتعب. لكن مزبيرو بيمرض، مريض الآن، بالقيادة الواعية اللي فيه لن أعلمها ليه السيدة صفاء حجازي حقيقي، وتقدر تعدي بر الأمان بمزبيرو، وتقدر يعني تتغلب على كل الصعاب اللي فيه. استاذ احمد مزبيرو زمان، مش هقول لك قناه مزبيرو زمان اللي الدكتور سامي وانا بحييه ان قال لي هذه القناه لابد نتعمل عليها بنرات وكده هتبقى من اهم القنوات. مزبيرو زمان شكل وجدان الامه، حضرتك عشت على مزبيرو، وكل الشعب العربي عاش على المسلسلات الضحية والرحيل والساقية وضوء الشارد وذئاب الجبل والمال والبنون والعيلة الحلمية، كل ده من إنتاج التلفزيون المصري. وأهلا بالعيد اللي أنا عملتها، وصباح الخير يا مولاتي، وحفلات ليالي التلفزيون وحفلات أضواء المدينة، كل دي شكلت وجدان ثقافي للشعب العربي. كنا الأوحد، كنا الأوحد، كنا احنا ايه بقى القانون بتاعنا اللي هو هجيلك فيه بيقول ان احنا هيئه اقتصاديه. كنا هيئه اقتصاديه، كنا بنكسب ملايين الملايين. لكن بعد كده ظهرت التلفزيونات العربيه وظهرت القنوات الخاصه، بقوا بيشتركوا معانا في الانتاج. هل تعلم حضرتك ان احنا لا يوجد انتاج درامي في اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ لا يوجد انتاج درامي في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. بعد قطاع الانتاج ده مكان كل المسلسلات ماليه البلاد العربيه. التلفزيون لما اطلقه السيد الرئيس عبد الناصر واطلق اشاره البنى بتاعه في 59 وافتتحه في 21/7/1960، وكان اول احتفال بثوره يوليو من خلال التلفزيون المصري. الحقيقة التلفزيون عمل حالة عند الناس وعمل حالة في الشعب العربي كله. ما جيش النهاردة أقول أسمع يقولوا إحنا نأجر التلفزيون نعمله دكاكين. دكاكين إيه؟ الكلام فارغ. لا مين اللي قال كده؟ ما حدش يقدر يعني يقول أنا كده. سامع لا ما حدش يقدر يقول بعض الخبراء يقولوا كده. ولا خبراء. التلفزيون زمان يا أستاذ أحمد كان عبارة عن التلفزيون والإذاعة والاقتصادي والهندسة. التلفزيون كان فيه بقى الأخبار وفيه الإقليميات وفيه الإنتاج وفيه كل ده. نعم. يجب أن يعود كده. يجب أن يعود كده. يجب أن الإقليميات زي ما حضرتك قلت وأنا كلمتك قلت لك الإقليميات دي ساعدتني في 30/6، دي ممكن تبقى كنز رهيب. ممكن جميع القنوات الخاصة والوكالات الأجنبية ياخدوا من قطاع الإقليميات شرايط، لأن عندهم في كل محافظة مندوب وكاميرا مش متوفرة في أي حد، سواء إذا كان القطاع خاص بيتجه بتليفون محمول وبيبعت على الاستاذ والحاجات دي، لا ده هو عنده كاميرا بروفيشنال ويبعت لك. وده اللي حصل في 30/6. وتحية للإقليميات زي ما حضرتك حييتهم، أنا برضو بحييهم وأقول لهم أنتوا فهمتوا الدكتور سامي غلط. بعد كده إحنا عندنا كوادر بشرية. كنا عندنا 43,000. كنا عندنا 43,000، دلوقتي بقوا 37,000. ال 37,000 دول ممكن يعملوا المستحيل. انا عندي كوادر اداريه فوق ال 25,000، والباقي فنانين ومخرجين ومصورين ومهندسين ديكور كده. يجب ان يعود الانتاج ايضا للتلفزيون المصري. حضرتك هرجع بقى ل قطاع الاخبار. قطاع الاخبار ده كان هو البطل. حضرتك تاخد